ينطلق غدا الجمعة مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات رياضات الهجن والمقرر استمراره لثلاثة أيام. وتقام الفعاليات بمشاركة 14 دولة من بينها الإمارات والسعودية والكويت بالإضافة إلى الأردن وتونس وفلسطين إضافة إلى فرنسا. كما يحظى بدعم ومشاركة أبناء القبائل العربية بصفتها موروثا ثقافيا ورياضيا. للمزيد تنضم إلينا من شرم الشيخ مراسلتنا سارة عبد الله. إليك سارة، دعينا في الصورة. بالطبع للساده مشاهدي قناه اكسترا نيوز، احييكم من داخل مدينه السلام شرم الشيخ. كما ذكرت احدثك من فوق مضمار رياضات الهجن الذي يشارك به عدد المشاركين 600 مشارك، وهناك 10 اشواط سيكون على مدار 3 ايام، او يعني سيبدا في 4 اكتوبر غدا وسينتهي في 6 اكتوبر. وللمزيد ينضم الي الان ضيفي استاذ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضات الهجن. برحب بحضرتك معانا يا فندم. برحب بيك، واحنا سعيدين بموجودين كاعلاميين معانا، وزي ما قلت مضمار شرم الشيخ مدينه السلام، العالم كله هيتسلط من محبي رياضه الهجن. انت عارف رياضه الهجن في الخليج العربي لها محبين، هيتسلط على شرم الشيخ في الفتره الجايه، واليوم ضيوف كبيره جايه من دول الخليج العربي شرم الشيخ. ربما لو تحدثنا الان عن الاستعدادات التي كانت على قدم وساق كما نرى الان لاستقبال هذه الرياضه للموسم الرياضي 2019 و 2020. الاستعدادات على قدم وساق من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتجهيزات كبيره، وان شاء الله الحفل هيكون مشرف مصر كلها ان شاء الرحمن. وبالنسبه لاستعدادات القبائل ان شاء الرحمن، ان شاء الله القبائل زي ما انت شايف عدد كبير، وصلوا من 9 محافظات من مصر، 600 مشارك من الهجن العربية الأصيلة. وأيضا هنشوف توقيتات جيدة إن شاء الرحمن في الميادين، وأيضا هيتكون عرض طيب للهجنة العربية الأصيلة موجودة في مصر إن شاء الله على مدار 3 أيام، هتنتهي يوم ختام يوم الأحد إن شاء الله. مهرجان دولي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا مشارك به عدد كبير من الدول، عدد كبير من المشاركين، حدث هام تستقبله مدينة السلام شرم الشيخ. يعني ما دلالة هذا الحدث، أو كيف ترى هذا الحدث والاستعدادات التي يعني تم الاستعداد لها حتى يظهر بشكل حسن؟ وأيضا يعني ربما نتحدث عن فعاليات التي ستكون بدءا من غد. والله الحمد لله، زي ما انت شايف مضمار صراحة يفتح ويشرح الصدر. نتوجه باسم القبائل العربية في مصر بالشكر الجزيل رئيسنا وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الصرح الرياضي الكبير. الحمد لله فيه انتعاشة في كبيرة في رياضة الهجن وازدهار بعد هذا الصرح. ارتفاع أسعار الإبل من 20,000 للناقة وصلت 200,000، والهجن اللي بتركض في الميادين وبتسبق وصل أسعارها من 100,000 دلوقتي ل 700,000. انتعاشة كبيرة في وسط الأهالي ووسط القبائل على مستوى مصر، وارتفاع مستوى المعيشة. أنت عارف التنمية لها دور في ربوع مصر كلها، والحمد لله هذا الصرح الكبير الذي بناه وأظهره بهذا مظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي وإهداء للقبائل العربية في مصر. احنا بنتوجه خالص الشكر رئيسنا وقائدنا، والله يحفظه. شكرا جزيلا بشكرك. شكرا جزيلا استاذ عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري لرياضات الهجن الذي كان معنا الان ضيفا ليطلعنا على المزيد من التفاصيل والاستعدادات الخاصه بالرياضه التي ستبدا غدا في 4 اكتوبر وتنتهي في 6 يوم الاحد من اكتوبر. هناك سيكون هناك 30 شوطا اليوم، سيتضمن 10 اشواط، 28 سيكون بالانسان الالي او الروبوت الذي يبلغ حجمه او وزنه من 2 كيلو الى 3 كيلو جرام، ويعني هناك شوطين سيكون بالراكب البشري. كما ذكرت هناك 600 مشارك في هذه الرياضه على مدار الايام هذه، سنشهد الاشواط وسنشهد يعني مسابقه هامه في مدينه شرم الشيخ. اليك الكلمه مره اخرى انجي. شكرا لك سارة، شكرا جزيلا، والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم.